الله أحسن الله أعلم. إليكم، أحسن الله إليكم شيخ. سؤاله الثاني عن معنى قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا خبر من رب العالمين أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول. لا يحب الجهر أي إظهار السوء، وحده بالقول أي الجهر بالسوء من القول، فهنا من بيانية أي مما كان قولا، وذلك بالسب أو الشتم أو التنقص أو الإساءة أو اللعن أو غير ذلك من سيء القول. فالقول السيء أشمل كل قول قبيح، ويقابله القول الحسن الذي قال الله تعالى فيه: وقولوا للناس حسنا. فالقول السيء لا يحب الله تعالى الجهر به، والمراد بالجهر الإظهار، فالله تعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم الجهر وما يخفى، فالله تعالى يعلم هذا وهذا. فالمقصود بالجهر هنا هو التكلم به بحيث يصبح كلاما مسموعا، فإن الله لا يحب ذلك. وكلما على الصوت بالقبيح من القول كان البغض والكراهية لهذا أعظم. فالذي يسب بصوت خافت هو في الكراهية أقل من الذي يسب بصوت مرتفع، لأنه تحقق فيه الوصف الذي جاء تعليق عدم المحبة عليه وهو الجهر. فكلما كان متحققا، كلما كان الوصف فيه متحققا، كان الحكم فيه أثبت وأرسخ. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، هذا حكم يشمل كل قول سيء من كائن من كان، إلا هو هذا استثناء للجهر بالسوء إلا من ظلم، يعني إلا من ناله ظلم. طيب ما حدود الجهر بالسوء في حال وقوع الظلم؟ هو بقدر المظلمة، وإلا فإنه يكون ظالما. ولهذا من قال لشخص على سبيل المثال سب، فقال له يعني من السبات المشهورة مثلا، قال له يعني وشبهه بحيوان، قال له يا كلب أكرمك الله والسامعين أو ما إلى ذلك. ففي هذه الحال إذا رد عليه المسبوب بهذه السبة قال له نظير الكلمة التي ردها، فهذا ليس مبغوضا عند الله تعالى، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن إن زاد فقال أنت كذا، فسمى الاسم القبيح، وأبوك كذا، هنا زاد زاد صحيح. فهنا هذا الزيادة مبغوضة، لا تدخل في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لأن هذا ظلم واعتداء. فإلا من ظلم يعني إلا من وقعت عليه مظلمة في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في وطنه أو في أي نوع من أنواع الظلم التي تلحق الإنسان، فإذا جهر بالسوء لأجل هذا فإنه عند ذلك يجوز، لكن لا بد أن يقيد هذا بأن يكون الجهر بقدر المظلمة لا يتجاوز. ولذلك لما كان اليهود يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له في تحيتهم له: السلام عليك، السلام مو بس السلام، السلام عليك، السلام وهو الموت، فكانوا يدعون عليه بالموت بدل ما يقولون السلام عليك يعني السلامة من الآفات والنجاة من الهلاك، كانوا يقولون يعكسون يقولون السلام عليك، والسامع قد يشتبه عليه السلام والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل لهم فكان يقول وعليكم بس، ما يزيد على هذا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. عائشة رضي الله عنها لما تكرر هذا منهم وتأذت لأذى حبيبها ورسولها صلى الله عليه وسلم، ووجدت في نفسها على هؤلاء الذين كانوا يؤذون رسول الله في مجلسه فيقول له السلام عليك، قالت وعليكم السلام واللعنة، فزادت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، مه يعني كفي عن هذا، إن الله لا يحب الفحش والتفحش. معنى هذا أنه ينبغي. فقالت ألا تسمع إلى ما يقولون، فقال ألا تسمع إلى ما أجبتهم، فدل على أن السيئة تقابل مثله. وهذا يحتاج إلى يا شيخي، يحتاج إلى ميزان عدل وميزان قسط يزن فيه الإنسان كلامه، وأن يراعي حق الله تعالى في الغضب والرضا.
ومن الذي يقدر يا شيخ؟ هيقدر إن شاء الله من روض نفسه على ذلك. تحتاج إلى جهاد. تحتاج إلى جهاد بالتأكيد، ولكن من جد وجد ومن بذل وصل إن شاء الله. شكرا. أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا.